مرحبا، كيفكن عائلتي الحلوة؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، بس إذا كنتوا عم تحضروني لأول مرة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لي لايك على الفيديو وتابعوا الفيديو للنهاية. شوفوا لكم هلا، لما نزلت آخر فيديو كان كلياته طبخ وبالمطبخ وتنظيف وما بعرف شو، فكتير صبايا قالوا لي إنه طلعي شوي من جو المطبخ، لانه نحن يعني طبعا كلياتنا كستات بيوت بنكون مالين من الطبخ والتنظيف وهيك. فانا اليوم خطر على بالي اني اشارك معكم هذا الفيديو، انه انا وعائلتي شو رح نلبس بالعيد، فتابعوني وان شاء الله تحبوا الفيديو. اول شيء رح اورجيكم شو رح يلبسوا اولادي وزوجي. طبعا هذا العيد اولادي كتير كتير نقوا انه ماما بدنا نلبس مثل بابا. العيد الماضي كمان عملوا حفلات انه بدهم يلبسوا مثل ابوهم قمصان وبنطلونات، بس انا ما خليتهم بصراحه واشتريت لهم لبس يعني انه هيك مو شغل شباب عادي، يعني خرج انه يلبسوا كل الاعمار ماشي. بس هذا العيد حبيت اني ما ازعلهم مني وخليتهم يشتروا على كيفهم، فراحوا هن وابوهم واشتروا غراض مثل بعضهم. طبعا الالوان بالحقيقه كتير مختلفه، مع انه حطيت شيء ابيض بس ما بعرف ليش يعني التصوير هيك عم بيطلع، يمكن لانه الشمس شوي عكسه. المهم فزوجي هذا العيد اختار انه بده يلبس قميص اسود، طبعا بنطلون جينز. ابني الكبير حاب انه يلبس قميص بني، على فكره لون القميص كتير حلو وبني غامق، بس ما بعرف بالتصوير طلعان الالوان كلها مختلفه. المهم فانا قلت له يلبس القميص هذا البني مع هذا البنطلون الاسود، وهي الدرة كمان صايره بني واسود، فانه بيطبقوا هيك مع بعضهم. وابني الصغير رح يلبس هذا القميص الكحلي وتحته كمان بنطلون كحلي، بس انه يعني بتفرق شوي بتدريجات الالوان، وهي الخفافة. طبعا هذا اللبس هن يلي اختاروا، هو يلي اختاره، قلت له كونك جايب هذا داخل له لون ابيض بيطلع احلى يعني، بس هو يلي حاب انه يختاره تركته على راحته. انه العيد الماضي انا يلي اخترت لهم وما كانوا كتير راضيين، فهذا العيد تركتهم على راحتهم. وطبعا هن يعني نحن بشكل عام يعني انا وزوجي بنحب الالوان الغامقه والهاديه ماشي، واجوا اولادي كمان مثلنا هيك يعني بيحبوا، فهيك رح يلبسوا بالعيد إذا الله راد طبعاً والله يسر لنا. العيد الماضي أنا يلي اخترت اللون بلوزات وبنطلونات، هذا العيد هنن يلي اختاروا، صاروا شباب وصاروا يختاروا لحالهم. طبعاً كتبولي بالتعليقات شو رأيكم باختياراتهم، وكتبولي كمان بالتعليقات إذا أنتوا بتخلوا أولادكم يختاروا لبسهم لحالهم ولا كيف. أنا أولادي هذا العيد خلاص حطوا براسهم بدهم يلبسوا مثل أبوهم، طبعاً صاروا شباب يعني وبيزبط يعني انه يلبسوا، الله يحميهم يا رب. وهلا رح اورجيكم انا شو قررت اني البس بالعيد. اول شيء اخذت هدول البلوزتين، طبعا شوفوا انا دائما بشتري الوان غامقه، غامقه كثير يعني، ودائما بلبس بنطلونات سود وهيك، فهذا العيد قررت اني اكسر هاي القاعده. هلا اول شيء شوفوا اخذت هاي البلوزه كثير حبيتها، مشان هيك اخذت منها تنتين. هدول التنتين اللي كانوا بقيانات بالمحل، حبيت اني اخذ هيك يعني الوان فرايحيه وحبيتها كثير لهي البلوزه، فزوجي دائما بس احب الشغله بيجيب لي منها كذا قطعه يعني. شوفوا هلا شو بدي البس معه، طبعا شويه جعلك والغراض لانه يعني تقريبا لهم اسبوع مطويتهم عرفتهم بالكيس، وعلى اليوم بدي اصور وبكره بدي اصور وما بقى يتيسر معي هالتصوير لانه كنت عم بعزل البيت والله ومشغوله كثير. طبعا بلوزات قطن، شوفوا انا كثير بفضل اني البس هيك نوع من الغراض يعني بلوزه وبنطلون، بلوزه وتنوره تكون هيك خفيفه شوي هيك يعني، لانه انا لما بطلع على الشارع فبلبس لبس خاص بالشارع يعني، منشان هيك لبس البيت بيكون كثير مريح لي يعني ما بتقيد بلبس محجبات وهيك. واخذت كمان هاي البلوزه، شوفوا كيف لونها كثير حلو كمان كثير حبيتها، وقصة مختلفة عن هدوليك البلوزات. واخذت كمان هي التنورة، شوفوا كيف كتير حبيتها، مع انه انا مالي بالعادة بصراحة انه البس هيك شيء، بس ما بعرف اول شيء قماشتها كتير كتير خفيفة هيك يعني، ما بعرف كيف بتحسوا حالكم انه مالكم لابسين شيء ابدا، وكتير حبيت التفاصيل يلي عليها، قلت لحالي يعني هيك كأنه كسر للروتين. شوفوا كيف كتير حبيتها، إلها جيب من هون، هي ما بتجي إنه كتير طويلة لا يعني ياسا وسط، ولا كمان هيك جيب من على جنب،
هذا الجيب بالتحديد انا اخذت التنوره مشان لحالي بصير بحط التليفون هون، بما انه انا لما بروح لعند اهلي كل شوي بدي اصور وهيك ودائما ضيع تليفوني، فقلت لحالي كتير هيك انه حتكون مناسبه، ما بعرف حبيتها كتير 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 هيك بتجي. طبعا الغراض كلهم بدهم يروحوا لعند الكوة، بس بصراحة لأنه أنا بدي أصور الفيديو يمكن يتأخر شوي، فقلت لحالي أول شي بصور بعد هيك بياخدهم زوجي لعند الكوة. كتير حبيتها. شوفوا طبعا هاي التنورة ما بتجي هيك إنه يعني على قد الجسم، لا بتكون عريضة فبتكون مريحة كتير كتير. رح ألبس معها واحدة من هدول البلوزات ماشي، هلا طبعا رح اورجيكم انتم كتبوا لي بالتعليقات شو رايكم. شوفوا هلا هي يعني بيناسب معها هدول البلوزات، ليش؟ لانه هون في لون اخضر، وطالما انه في لون اخضر يعني فينا نطبق معه غير شيء ماشي. خليكم معي مركزينها وشوفوا هاي البلوزه. طبعا هاي البلوزه ما رح البسها معها، مع انه بتناسب يعني ها على فكره، بس هاي البلوزه اخذت لها بنطلون خاص لها، هلا رح اورجيكم اياه. حسيت انه هاي التنوره هي صايره طبعا يعني انه كثير هيك مريحه وساده، وهدول البلوزات داخلهم الوان كثيره، فانا عندي هاي البلوزه. طبعا هاي البلوزه ما جديده، هاي البلوزه انا مشتريتها من ايام حلب لما نزلت اخر مره لعند اهلي. شوفوا كثير بحبها، يعني لبستها بس مرتين وغسلتها بس على ايدي، يعني هيك انه غسله على السريع. انه شغلت لحالي بطالعها وبلبسها مع هاي التنوره، كتبوا لي انتم بالتعليقات شو رايكم. شوفوا كثير حلوه هيك بيجي منظر الظهر، وهيك شكلها كثير بحبها على فكره هاي البلوزه، وقماشتها كمان كثير كثير مريحه. طبعا كله يعني هيك لبس الصيف بتحسوا انه مريح عكس لبس الشتاء. فما بعرف انتو شو رأيكم، البس هاي البلوزة مع هاي التنورة؟ على فكرة كتير بحبها لهاي البلوزة، ماما اشترت لي اياها وقتها مشان هيك محافظة عليها وما كتير بلبسها، يعني لانه مثلا لما بدي اروح مشوار وهيك. فشوفوا هيك هاي مناسبة اكتر مع هاي التنورة، ولا البس وحدة من هدول؟ ما بعرف محتارة. يلا خليني اضبهم. في غراض كمان بدي اورجيكم اياها هون ان شاء الله. طبعا بدي اقول لكم شغله كثير مهمه كثير كثير، طبعا للناس اللي دائما بكتبوا تعليقات مو يعني انا مجرد اني انا حبيت اشارك معكم هيك نوع من الفيديوهات، هو بس للتغيير يعني. اورجيكم كمان انا شو رح البس بالعيد، لانه في صبيه حبيبه قالت لي بالتعليقات انه عن جد حبابه ورجيني شو رح تلبسي بالعيد. شوفوا هو العيد رح يكون يعني عطله العيد كلياتها رح تكون عن زوجي واخواتي، فهي اسبوع كامل، هذا الاسبوع نحن حنضل مع بعضنا يعني رايحين جايين وهيك، فانا حبيت اني البس هدول الغراض. كمان هدول يعني هدول اكثر شيء حبيته، هذا البنطلون الاخضر، قلت لكم انه انا هذا العيد حابه اني اكسر كل القواعد يلي من زمان كنت اني البس فيها. كثير حلو هذا البنطلون وصيفي طبعا يعني، فبيكون كثير مريح، ونفس التفاصيل يلي عليه اخترت البلوزه. البلوزه سودا وداخلها لون اخضر، بس طبعا كان كثير مستحيل اني الاقي نفس درجه اللون مع الاسف، بس انه يعني حلو طيبه. شوفوا كيف كتير حبيتها، كتير هيك هادية وبسيطة. أنا من الناس يلي بتحب اللبس البسيط، ما بحب الشغلات هيك كتير عليها يعني. شوفوا هلا هاي البلوزة يلي ورجيتكم إياها، هاي طبعا هدول من زمان هيك كانت تجي موطن يعني، ما بعرف هاي الفترة ما عاد حبيتهم، بس إنه عندي يعني عادي بلبسهم، بس إنه لما بدي أشتري شيء جديد بحب إني أخده يكون هيك سادة وهادي وما فيه كتير تفاصيل وعجقة وهيك. وطبعا يعني لازم يكون بين اللبس في شيء اسمه انه شيء يعني بحسن اني البسه قدام اخواتي وهيك، فاخذت هذا الفستان كثير حبيته كمان، هو بيجي من تحت كثير عريض. طبعا هو شوفوا هيك بيجي قطع ماشي، فانا رح البس فوقه يا اما انه جاكيت جينز او بوليرو قطن، بس ما بقي انا عندي بوليرو قطن، فشو قلت لحالي بوصي زوجي بنزل بيجيب لي. كان عندي واحد بس لما طالعته لقيته انه كتير تعبان وهيك، فقلت لحالي لا خلاص كبيته وباخذ فوقه بوليرو قطن. شوفوا كيف هيك بيجي من هون هيك انه صار كله زمات، ما بعرف حسيت انه هاي السنه هيك الموضه يعني. كمان قماشته كتير مريحة، يا الله عن جد هاي السنة منزلين اللبس كله قماشته بتجنن بتجنن، كتير حبيتهم. هلا بدي اورجيكم شغلة،
امبارح كنت عم بطبق اللبس وهيك، فشفتها كتير اثرت فيني، وعلى فكره انا لحديت هلا محتفظه في طقمي المدرسه. عن جد كتير كتير كل ما بشوفه بتاثر. هذا الطقم كنت البسه بالصف الخامس والصف السادس، طبعا محافظه عليه ولساته جديد وما فيه اي شيء. شوفوا كيف الكاميرا عندي فيها مشكلة مع الألوان الغامقة، ما بعرف ليش. يعني البلوزة السوداء عم بتجن لما بحط عليها، الألوان الغامقة عم بتطلع فيها ما حلوة، أما الألوان الكاشفة لا والله عم بتطلع حلوة. كل سنة وقت اللي بكون عم بضب اللبس يعني الشتوي والصيفي وهيك، فبطالعه لطعم المدرسة بقيسه وبعمل يعني هيك شوية ذكريات، وبعد هيك برجع بغسله وبقيمه. طبعا اول ما تزوجت يعني اخذته من بيت اهلي، فشو كنت انه اقول لحالي انه بكره ان شاء الله بتجيني بنت وبتكبر وبعطيها اياه بتلبسه. قبل ما تجيني بنت خربت البلد، ويمكن هلا حتى بسوريا يعني بمناطق الدوله ما عاد لبسوا منه، ما بعرف. خلينا نشيله ونرجع لاغراض العيد. شوفوا انا شو حبيت اني البس مع هدول البلوزات، ماشي، بانه هن كاشفات والوان وفرايحيه وهيك، قلت لحالي بلبس تحتهم هاد البنطلون. شوفوا هذا البنطلون بيجي نوعيته قماش وفيه كمر منه وفي يعني، وهو بيجي موديله عريض كتير. يعني انا بصراحه ما كنت بفضل اني البس هيك نوع من البنطلونات يعني، بس قلت لحالي كتغيير شكل يعني. شوفوا هيك بيجي، وطبعا كمره بيكون منه وفي يعني، فحيكون كتير مريح باللبس. وبلبس معه هدول البلوزات، ماشي، خليكم معي. هاي لحالة ما لعله، وهدول مع بعضهم رح يكونوا طقم البلوزة السوداء والبنطلون الأخضر، وهي التنورة مع هاي البلوزة وهي البلوزة. طبعا يعني هو حتلبس بالبيت، فأخذت تحتها بنطلون. كتير حبيت موديلها، شوفوا كيف بتصير. فقلت لحالي باخذ تحت هاد البنطلون يعني كتير حيكون مناسب. شوفوا في تشابه، وهيك بيكون تقريبا صار بدل 2 3 4 5 لخمس ايام العيد العطلة كلها يعني ان شاء الله. طبعا عندي كتير اغراض يعني، واخذت كمان كتير اغراض قطنية وهيك للبيت، بس هدول اللي حبيتني اشاركهم معكم ان شاء الله. كتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بذوقي، وشو رأيكم كمان اني كيف رتبت اغراضي. وعلى فكرة مو كله شيء جديد هلا اخذته، لا، في شغلات كانت من قبل يعني وطبقت مع شغلات. مو ضروري اذا كان انه هلا يعني جاي العيد فلازم نشتري كل شيء جديد، لا، اذا كان في عنا شيء حلو ففينا انه نلبسه يعني. يعني انا حرفيا شايفين هاي البلوزة الا عندي 6 سنين، ماشي، بس انا كيف يعني ما بلبسها بالبيت وانا عم بشتغل وبنظف وما بعرف شو، لا طبعا بلبسها انه مثلا هيك يعني شغل الساعة ساعتين، بدي اروح عند اختي، بدي اروح عند اخواتي، ولما برجع على البيت بدي اغسلها. طبعا بغسلها على ايدي بطريقة لطيفة مع نقطة شامبو يعني او اي دواء غسيل سائل، ومباشرة بنشرها. طبعا ما بصير ننشرهم يعني انه برا على الشمس، لا، بنشرها جوا بالبيت على المنشر، وبعد هيك بطوية وبقيمة. شوفوا كيف لسه هي مبينة انه بالتصوير كتير كاشفة، بس هي بالحقيقة لونها كتير غامق يعني صاير هيك كموني او زيتي، ما بعرف شو بتقولوا له. شوفوا كيف، ولما بنغسل الاغراض على ايدنا فهدول التفاصيل البسيطة يعني مثلا مثل هذا الالماز ما بيصير له شيء، عرفتوا كيف؟ هذا الجابير كمان ما بيصير نحطه بالغسالة، كله بيتشرك، لانه في صبيه قالت لي كيف فيني احافظ على اغراضي. فحبيت كمان اليوم بما انه الفيديو صاير هيك عفوي وبسيط فحبيت اني اخبرك. وبس هيك والله، هيك بيكون خلصوا الاغراض كلهم. كتبوا لي بالتعليقات شو رايكم، وحلو كمان ترتيبي للاغراض ولا كيف، انه هي التنوره مع هي البلوزه وهي البلوزه مع هذا البنطلون. وهي كمان كتبوا لي انه حلو مع البوليرو القطن ولا خلينا على الجاكيت الجينز. طبعا هدول مع بعضهم حسيتهم حيكونوا كتير مناسبات، ليش؟ لانه البنطلون اسود ساده يعني ما له اي شيء، والبلوزه داخلها كتير الوان. يعني عن جد ما عم بصدق انه انا بدي البس هيك شيء، كتير كتير كنت احب الشغلات يعني هيك الهاديه، اما بهي البلوزه خطيت كل الحواجز. بس حلوه كمان تغيير شكل يعني، وهي البلوزه مع هذا البنطلون. طبعا هدول للبيت يعني، وهدول للبيت كمان، وهدول للبيت،
أما هدول لا، يعني بدي أروح فيهم لعند إخواتي، أول يوم العيد عند إخواتي واليوم الثاني عند أختي إن شاء الله. حلوة ألوان الصيف كلياتها فرح. كتبولي بالتعليقات أنتو شو اشتريتوا غراض للصيف. بصراحة يعني أنا حبيت أخذ شغلات بسيطة قطنية وهادية، لأنه كله حيلبس بالبيت، يعني حتى عند أهلي يعني يعد مثل بيتي، حنروح ونطبخ وهيك. من زمان لما يكون مثلا بدنا نروح لعند خالاتي وخوالي وهيك لا، كان يفرق كتير ستايل اللبس. اما هلا كله بالبيت، شو بدنا نعمل. هي اول مرة بقناتي بساوي هيك نوع من الفيديوهات، بانتظار رأيكم بالتعليقات بالغراض وكمان بطريقتي بالترتيب، وبنفس الوقت بفيديو اليوم عشان ما تقولوا لي ان كل فيديوهاتك طبخ وما بعرف شو. فاليوم حبيت اني اغير لكم، ان شاء الله يكون حبيتوا الفيديو وتفاعلتوا عليه كتير وحطيتوا لي لايكات كتيرة ومشاهدات كتيرة. رح ضل اشارك معكم هيك شغلات، ورح اشارك معكم كمان انه انا كيف بلبس وكيف في ستايلي لما بطلع برات البيت، حسب يعني حسب الحماس والتفاعل بينزل فيديوهات ان شاء الله. هلا خليكن معي، رح نروح نساوي قهوة مع بعضنا. كتير تعبت لانه حكيت كتير، يعني حكيت عن 10 ايام لقدام، فصار وقت الرواق. كتير كتير بحبكن وكتير بحب تفاعلكن وكلامكن وكل شيء، يا احلى عائلة بكل الدنيا. هلا سويت قهوة باردة لأنه عنا الجو شوب نار، حطيت بقلبها شوية بوز. هي كمان امبارحة سويت مهلبية التفاح، مهلبية أو بالوظة ما بتفرق يعني. ولهون عائلتي الحلوة وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معي كمان. لا تنسوني من اللايك وتعليقاتكم الحلوة، كتروها كتير كتير، وانتظروني بكل جديد إن شاء الله. وسلامات. هلا أنا بدي أروح أشرب النسكافيه وبدي كمان أجهز الفيديو وأنزل لكم إن شاء الله، ومتحمسة كتير كتير لكلامكم. كونوا بخير دائما إن شاء الله يا رب. سلامات.